نحن عباد الله ليس عبيد الله. كلمة العباد جمع مفرده عبد، ويطلق في القرآن على كل من الإنسان المطيع والعاصي والكافر على حد سواء، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الزريات 56، أي كل الإنس عباد الله. فالعبد العاصي ورد ذكره في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الزمر 53. والعبد المطيع في قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، إن الله غفور شكور، الشورى 23. فالعبد هو الذي يختار ويقرر أفعاله بكل حرية ودون إكراه. وعباد الله عابد لله هم من يطيعونه ويعصونه بملء إرادتهم، لأن عبادية الناس لله تنبني على الاختيار، أي الحرية المسؤولة، لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، الفاتحة 5. كلمة العبيد مفردها عبد، مملوك أي الرقيق. والعبد المملوك ليس له حرية في اختيار أفعاله، لأنه لا يملك من أمره شيئا، ويكون مكرها في جميع أحواله، لقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وظهرا، هل يستوون، النحل 75. فنحن عباد الله في الدنيا، لقوله تعالى: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، الزمر الآية 10. لكننا عبيده يوم الحساب، لأننا لا نملك من الأمر شيئا يومها، لقوله تعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قاف 28-29. والعبودية لله في الحياة الدنيا غير مطلوبة، بل المطلوب من عباده العبادية له. وإن وجدت العبودية في الحياة الدنيا فعلا، فإنها تكون دائما لغير الله حتما. هذا ما يتبناه إياه دكتور محمد شحرور، صاحب أقوى تفسير لغوي معاصر للقرآن الكريم. ويعني الكلام أن كل البشر عباد لله، سواء اعترفوا بذلك أم لم يعترفوا، وليس عبيد. والعبيد هم منزوع الإرادة والاختيار، وهذا لا يكون للإنسان إلا يوم الدين، حيث ينتهي الاستخلاف ويعود الملك لله. وعباد الله الذين هم البشر، منهم عابدين ومنهم غير ذلك، والعابدين هم الذين يقومون بالتعبد. ولذلك يقول الله في سورة الكافرون، والتي تعادل ربع القرآن وهو إقرار العبادية لله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. سبب النزول: يعبدون آلهتنا سنة ونعبد آلهاهم سنة، تفاوض على الإيمان. هذا لا يجوز، لأن تصورنا للإله غير تصور تصورهم للإله، ليس من جهة الواحدية والتعدد، وإنما من جهة التصور ومعنى العبادة. فنحن بعبادتنا لله لا نعبده كما يعبدونهم آلهتهم، وإذا هم عبدوا بطريقتهم لا يعبدوا ما نعبد، فهناك اختلاف في الشكل والمضمون بين الآلهة والإله الإسلامي الذي نعبده. يرى إمام الدعاء الشعراوي أن كل البشر عباد لله حتى الكافر، ولكن أحيانا يشعر البشر بأنهم عبيد لله أمام الأمور التي ليس لهم فيها اختيار، كالمرض والموت، وإنما هي أمور بحكم القضاء والقدر، وتعكس أيضا عجز الإنسان وقدرته المحدودة، مما يجعل العاقل يتنازل بمحض إرادته عن أن يكون من العباد إلى أن يكون من العبيد، فأن يخضع كل اختياراته لمراد الله عن طريق اتباع أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق غايته. إن الخلاف هنا يدب بين تياران في العقيدة: تيار معتزلي يلا حرية الإرادة الإنسانية مطلقة، وأن كل شيء خاضع للاختيار. تيار محمد شحرور: حتى في حالة القضاء والقدر فالاختيار في كيف أتعامل مع هذا القدر وهذا القضاء. ففي حالة المرض أذهب لطبيب، أخذ الأدوية، أذهب لدجال، لا أتعاطى الأدوية، هناك اختيارات عديدة. وتيار جهمي يرى أن الإنسان مجبر على كل شيء، وتيار آخر أشعري يرى أن الإنسان مجبر في الأشياء ومخير في أشياء أخرى، وهو تيار الشعراوي.